يا صباح الخير، يا صباح الورد. من جديد بلشنا بأول فقراتنا الحوارية لليوم. دائما يا نادين شو بيقولوا إن في الرياضة حياة حياة. إذن الرياضة هي فيها الحياة، فيها شعور الراحة، فيها راحة إن كانت جسدية وحتى فكرية ونفسية. لهذا السبب إلى كتير فوائد الرياضة، وممكن تكون الرياضة للصغار وممكن تكون للكبار. تماما، وهذا الصح. يعني إذن أنا بحبس يعني الرياضة للصغار، وإنه يتعودوا على سلوك الرياضة نص صغار. لكن في رياضات ممكن تكون للكبار لا تصلح للصغار. تماما، فلهذا السبب بدنا نتعرف هلا شو هي الرياضات اللي تصلح لها، شو فوائدها وشو يعني خصائصها، مع الكوتش اللي صار معنا بالاستديو، الكوتش خالد فضلية. صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم بكل خير وسعاده يا رب. صباحك صباح الخير، يعطيكم العافيه. نقول فعلا صباح الرياضه والطاقه الايجابيه، وفعلا نحن من المحبذين للرياضه للاطفال، يعني وحتى بعمر صغير. يعني بتصير سلوك حياه بيعتاد عليه الطفل من صغره الى مدى الحياه، بما انه مثل ما قلنا بالرياضه حياه. فخلينا نحكي بدايه عن اهميه الرياضه بالعموم للاطفال. لا، بالنسبه للرياضه طبعا يعني هي عمل اساسي من الصغار، يعني اي تعليم بالصغر كالنقشه على الحجر. وشغله ثانيه عنا اياها دائما، تعطي حافز وتشجيع للاطفال اللي الواح لاولاده بشكل عام، ودائما يحفزهم، يعني دائما يشجعهم. يعني هلا نحن للاسف عم نشوف بالحياه الواقعيه عم نعيشها، الاطفال بشكل عام الاتجاه لهم في جزء كبير منه للتكنولوجيا، للألعاب الإلكترونية، للمواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعة الألعاب العنيفة نوعا ما. وهيدا الشيء بشكل عام بيعلم الطفل سلوك سلبي اتجاه الأهل واتجاه أصدقائه، وكمان بنفس الوقت بيعطي طاقة سلبية لجسمه كعامل نمو ممكن يتأخر. صحيح. كعامل نمو بيظهر بعض الشحوم، الدهون، التسدي بشكل عام. هيدا كتير عم نشوفه بالنسبة للأطفال بعمر صغير، هيدا شيء كتير خطير لعمر فيما بعد عمر النمو، أو عمر قفزة النمو بين ال 11 ل 13 سنة. لهيك دائما الأهل بده يكون عندهم وعي كتير كبير ومتابعة ملاحقة لهالموضوع هيدا من الصغار. بالنسبة بعد الانتهاء الفصل العام الدراسي في 3 شهور وشوي بالنسبة للفصل الصيف، بالنسبة للأطفال بشكل عام كتير يحفز أنه أي طفل عنده إلمام بسباحة، عنده إلمام بلعبة قتالية معينة، كاراتيه، ملاكمة، مصارعة، كرة قدم، سباحة، دائما الطفل هو يعني ممكن. هلا أنا كمان في نقطة أكترية الأهالي ما بيعرفوا، أنه ليش الأهالي أنه ما يعرفوا مثلا الطفل على كرة القدم، على كرة السلة، على السباحة، على المصارعة. صحيح. هو يشوف أي شيء حبه أو عنده اندفاع لشيء هو بيحبه أكثر. تمام. هو يختاره دائما، ميوله الطفل بأي لعبة. تماما تماما، وهيدا الشيء بيأسس شخصيته للطفل من وقت ما هو صغير. يعني بصفي في عنده ثقة بالنفس، بصفي في عنده استقلالية بالأشياء اللي هو بيحب يختارها. تماما. لكن برأيك كوتش، ما في إلمام بأنه كل الرياضات بحاجة للياقة، يعني بحاجة لأنه يتدرب أو يكون في عنده لياقة بدنية من الصغر يتدرب عليها؟ هو بشكل عام كل الرياضات أكيد فيها لياقة. يعني هلا بتيجي بتشوف بالنسبه للالعاب الفنون القتاليه اللياقه الها ممكن تشوف ممكن تكون شوي عنيفه او شوي مبالغ فيها. بهذه النقطه بالتحديد، يعني انه اليوم نحن كثير عم نشوف اطفال هن عم يتدربوا مثلا يعني مصارعه، عم يتدربوا العاب قتاليه، خلينا نقول هي للكبار. يعني هلا في كثير، صحيح حكيك 100%، في كثير مثلا اطفال ما بيحبوا العنف، يعني الاتجاه اللي لهم او الميول اللي لهم ممكن لالعاب الجمباز، لالعاب السباحه، لالعاب اللي فيها ليونه مرونه او فيها نعومه اكثر. وفي اطفال بيحبوا مثلا الشراسه او القوه ويفرضوا شخصيتهم وقت ما هن وصغار. لهيك نحن حكينا هلا ببدايه حلقتنا انه دائما الطفل والاهل طبعا انه خليه يتعرف على كل الرياضات، شوف شو المامه وشو اندفاعه. ممكن طفل تجبره مثلا يلعب مصارعه او ملاكمه او كاراتيه، هو يكون الاندفاع له مثلا اكثر للسباحه، للجمباز، ممكن لكره قدم. يعني رياضات ناعمه نوعا ما ما فيها الشراسه هيدي بشكل عام. اما ما تبقى بالنسبه لكل الرياضات اكيد فيها دائما موضوع لياقه. يعني اي رياضه بدي مارسها بشكل عام
فيها اول شيء اللياقه، ثلث ساعه نص ساعه بعدين ليدخل باللعب اللي هو بيحبها. بقى موضوع اللياقه موضوع كثير اساسي، موضوع كثير حيوي، هو بينجح الطفل وبيتطور من المراحل اللي هو فيه، يعني من مراحل لا شيء لمراحل متوسطة لمراحل متقدمة لمراحل بروفيشنال. موضوع التأسيس اللياقي للطفل والغذائي طبعا موضوع كتير كتير ضروري، وكل الرياضات فيها أكيد عمل لياقة بالبداية. تماما كوتش، وخصوصا يعني بيهمنا يكون الأطفال بعمر صغير لما بيكونوا خلينا نقول رضع أو أطفال، يعني كتير من بعض البلدان تتخذ بموضوع رياضة السباحة وخصوصا لهيك أعمار صغيرة، فخلينا يعني نعرف من حضرتك صحة هذا الموضوع، وخصوصا هون ما نو كتير مشاع يعني بيخافوا على الطفل بهيك عمر وخصوصا إذا كان وليد، فكيف هذا الموضوع بيتعامل معه بالنسبة للسباحة للأعمار كتير صغيرة الرضع؟ يعني صحيح حكيكي 100%. هلا بالنسبة إنه منشوف كثير على التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي، انه كثير انه في اطفال رضع، في اطفال بعمر سنه سنتين ثلاثه انه بحطوهم بمسابح بشكل عام. هالموضوع الرياضه بالنسبه لهالطفل بالنسبه لهالتوقيت هيدا اول شغله بسرع من عمليه النمو اكثر، من عمليه التحمل كطفل، يعني من طفل بيكون كتير مثلا نعوم زيادة أو سينية زيادة لطفل أقوى شوي كعامل تحمل أقوى. موضوع الطفل وتلعبيه رياضة بشكل عام، حتى موضوع استقلاب الغذائي إنه بيطلب أكل أكتر، وقت بيطلب أكل أكتر الجسم بيكون عم يطلب نمو أو عم يتقدم بالنمو بشكل أكبر بالنسبة للسن اللي له. لهيك موضوع الرياضات خاصة هالعمر هيدا حتى بيعطي ليونة مرونة للمفاصل، بيعطي ليونة مرونة لحوض الظهر للعمود الفقري. هيدا الموضوع كتير كتير حيوي وكتير كتير ضروري. نحن إذا منتذكر وتكلنا أطفال بشكل عام، ممكن الجيل القديم ما الحديث، لأن الحديث كتير مثلا بيخاف على أولاده أو كتير كتير مثلا ناعم بالتعامل مع الطفل، هي غريزة الأم أو غريزة الأب بشكل عام. الجيل القديم عنا أنه بيجوا بيعملوا له إطالة أو المطمطة هي بيسمى، بيمسكوا إيده وإجر بيعملوا له إطالة، أو أحيانا بيعلق الكتف له للطفل. هيدا الموضوع كلياته وقت بتيجي بتعملي له الإطالات للطفل، أو حتى موضوع السباحة بالنسبة لموضوع ممكن تدربيه على المشي أو تحط الطفل مثلا بتوقيت مبكر تعلقيه على سيخ ثابت بس إطالات لو ثانية ثانيتين، هيدا الشيء كتير كتير بيساعد بعملية نمو الطفل والقوة اللي له والحيوية اللي له بشكل تماماً عام. بس طبعا لازم يكون هذا الموضوع بإشراف حدا مختص، يعني لأنه أو حدا خلينا نقول عنده خبرة بهي القصص. طيب بالنسبة كوتش لموضوع التغذية، أكيد التغذية الصحية مطلوبة للجميع إن كان صغار ولا كبار، ولكن هل النظام الغذائي مطلوب أيضا للصغار بالأعمار اللي عم تتدرب من عمر صغير؟ 100% مطلوب، والتأسيس بهالعمر هيدا بيقوي مناعة الطفل بشكل كتير كبير، وبنفس الوقت انت بتأسسه لمرحلة فيما بعد من مرحلة الطفولة كبنية كعامل جسم وبنية جسم صحيحة وحيوية وسليمة 100%. لأن في كتير من الأطفال بيضلوا لسنوات طويلة مثلا ملتزمين بموضوع الحليب مجفف أو حليب الأم بشكل عام، شوي بيكون كعامل بدني أو جسماني أضعف من غيره. موضوع التغذية بعمر صغير كتير كتير ضروري وكتير كتير مهم، حتى نمرق موضوع مثل الكربوهيدرات البسيطة، لأن الكربوهيدرات تنقسم لثلاث أقسام، كربوهيدرات بسيطة متوسطة وعندك المركبة أو المعقدة بشكل عام. البسيطة اللي بكون فيه لها سكريات بسيطة مثل مثلا التمر، عنا بنفس الوقت الشوفان، يعني ممكن الواحد يخلط سريلاك مع الشوفان مع حليب مع وجبة دسمة كاملة دائما. بعد هون الأطفال عن السكريات المصنعة طبعا طبعا يعني طبعا السكريات كتير عادات سيئة للأسف، يعني حتى منجي منشوف بعمر صغير كتير كتير الأسنان يعني بيسوسوا قبل التوقيت الحيوي اللي له مثل ما بقولوا من كتر السكريات، حتى موضوع الأمراض بتزيد عن الطفل، يعني منها أمراض الطرق التنفسية كتير كتير إلى علاقة بموضوع السكريات الأطفال اللي عم يأكلوها. لهيك نحن منحيد على هالجانب هيدا انه يتبع انه سكريات طبيعية مثل الفواكه بشكل عام،
بيكون أفضل وأقوى للطفل. تماما كوتش. إذا بدنا نتحدث أيضا عن بعض الألعاب اللي بتحتاج إلى قوة بدنية أو ألعاب القوة، شو هي الأعمار المسموحة للأطفال بأنه يمارسوا هيك رياضات؟ لا، بالنسبة للأطفال بشكل عام ببلش الطفل، يعني فينا نقول من عمر 3 سنين 4 سنين بداية الرياضة، مثل ما حكينا ألعاب الفنون القتالية، سباحة، جمباز. حتى منشوف بعض الدول بالمسابقات العالمية مثل الأولمبياد أو بطولات عالمية، إنه واحد بطل أولمبياد أو طفلة بطلت أولمبياد بعمر 10 سنين 11 سنة أحيانا، معناتها هي قديش تعبانة على حالها أو من أي عمر مبلشة تماما حتى واصلة بهيك عمر لإنجاز أو مركز. أنت عم تحكي إنه بطلة أولمبياد هي أقوى بطولة عالمية على مستوى القارات الخمس بشكل عام. بشكل عام موضوع القوة، موضوع عامل البدني للطفل أو للطفلة بشكل عام، موضوع رياضة الحديد نتطرق عليها شوي، يفضل بعد سن 13 14 15 سنة، بس يطلع من 14 15 سنة يلعب رياضة حديد، هي بتكون أفضل لإله مشان ما يأثر على عملية النمو، لأني نمو هرمون النمو بكل جسم طفل أو طفلة بيتوضع نهاية كل مفصل عظم، يعني كل نهاية مفصل عظم بيتوضع هرمون النمو. بعمر صغير ممكن الكوتش طبعا مثلا مشرف عليهم وكتير عم يعطيهم مثلا شي بروفيشنال من التمارين، يغيب دقيقة واحدة عن الطفل، عنده حافز أو فضول هالطفل أو هالطفلة يشيل وزن تقيل، يا سمح الله يوقع عليهم أو يصفي عندهم إصابة بالظهر أو بالمفصل، بعمر حساس كتير كتير طبعاً. هو بغنى عنه بعمر النمو، هو بغنى عنه، ممكن يأثر على طوله، ممكن يصفي في عنده مشكلة جنف أو حدب من خلاله. بلا، بعمر 15 سنة وما فوق يفضل رياضة الحديد، بعمر 15 سنة ولتحت يفضل ألعاب الفنون القتالية أو السباحة، رياضة الجمباز بشكل عام. وطبعا بهالأعمار هيدي مع الرياضات اللي عم نحكي عليها تتمرق بعض التمارين الحديد مثل ما بقولوا عامل بدني أو تقوية بدنية، من خلال هو وقعد الطفل فينه يلعبه ويشيل وزن بسيط كتير، هيدا عامل مساعد بدني بس بشكل جزئي، يعني ما بشكل عام. كوتش، برأيك الأطفال ذوي الإعاقة مهم أنه نحن نركز على رياضة معينة نخليهم يتبعوها أو يمارسوها؟ برأيك هذا الشيء مهم؟ يعني مهم كتير، حتى منشوف في إلهم بطولات عالمية خاصة فيهم لذوي الاحتياجات الخاصة، وبتشوف في عندهم ارقام، يعني ارقام كتير بروفيشنال، يعني ارقام تحطيم ارقام قياسيه. بس ممكن في معامله خاصه بتكون اكيد في لها معامله خاصه بالنسبه للغذاء، بالنسبه للتمرين، بالنسبه للاشراف الرياضه يعني. تماما، وبنشوف بكل رياضات تقريبا موجودين هن، يعني بالسباحه موجودين كتير، حتى موضوع السباقات الميت متر او سباقات انه بيحطوا ارجل اصطناعيه وبتسابقوا فيما بينهم، يعني بشكل عام مثلا رياضة الهوكي كمان في لون لذوي الاحتياجات الخاصة، وهيدا شيء كتير ضروري بالنسبة اللي عنده هالوضع هيدا الصحي، انه من حالة اليأس ومن حالة الخمول العام لحالة التنشط والرياضة، حتى بتشوف بعض الأحيان في منهم كتير نشاطهم أفضل من الإنسان الطبيعي حتى. صح، وهيدا شيء منحفز الجميع لأني أفضل لإلهم بالنهاية. تماما. هلأ كمان بدنا نحكي عن دور الأهل بهذا الموضوع، وبتذكرت يعني أنه نترك الطفل حريته باختيار اللعبة اللي بفضلها، لكن كيف بتم اختيار الألعاب؟ يعني كيف نحن بنعرف أنه طفلنا بيميل إلى هيدي اللعبة أو بيحب هيدي اللعبة من الرياضات؟ لأنه في كتير من الأهالي أحيانا بيفرضوا على ابنهم رياضة معينة أسوة مثلا بغيرهم من الأبطال، أو أنه ابن جيرانهم قرايبهم ابن خالتهم أنه عم يلعب هاي اللعبة هو أنجز فيها، فأنا لازم حط ابني مثله. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع اللي كمان عم بيحول نقطة تحول هامة بحياة الطفل. لا، بشكل عام دائما يعني نحن منقول بالنسبة للمجتمع ككل، أصدقائنا لزبايننا بالنوادي بشكل عام للأهالي، أنه دائما لا يعني ما تقتل حلم طفل، ما تقتل حلم ابنك بشيء هو اللي بيحبه. يعني مثل إذا منتطرق على موضوع الدراسة بشكل عام، بموضوع الدراسة ممكن الأب بده يدخل ابنه طب بشري هو ما بيحب يطلع دكتور، ممكن هندسة. نفس الشيء بالرياضات بشكل عام، إنه هو بيطلع لعب كرة قدم، أنا ما بحب لعبة كرة القدم، بدي سباحة، بدي مصارعة.
لهيك دائما نحن بنترك حرية الاختيار. وبالنسبة للأب إذا عنده اطلاع شوي رياضي بشكل عام، خامة الطفل من وقت ما هو صغير ممكن تهيئ لك أو يساعدك باختيار للطفل لطفلك أنه اختيار أي رياضة بتناسبه أكثر. يعني ممكن أحيانا في أطفال حبتهم نعم كتير كتير، النمو لهم شوي متأخر، في أطفال بتحسيهم أنه الواحد بيشعر فيهم أنه خشنين، عامل بدن لهم قوي. هون مثلا الأب إذا شوي مثقف رياضيا ممكن يحطه مثلا بلعبة قتالية، إذا حبته نعم الطفل أو النمو له شوي متأخر ممكن نختار رياضات فردية ناعمة مثل السباحة، ممكن تنس، ممكن في عنا رياضات أخرى هو بقى بيختار الطفل. ودائما الطفل الشيء اللي بيرغب عليه هو بيبدع فيه. صحيح. يعني أنا بحب مثلا مادة الرياضيات بأبدع فيها، أنا بحب مثلا رياضة السباحة ببدع فيها، حطيته بمادة تانية أو برياضة تانية أكيد الفشل بده يكون حليفه، لأني طبعاً ما اختياره بالنهاية ما رغبت أبدا بالشيء. ممكن هون كتير بيكون كمان طفل سبحان الله بالفطرة كمان موهوب بلعبة معينة وبيرغب لها فبيبدع فيها أكثر وممكن يحصل على بطولات ويستمر فيها. تماما وهيدا الشيء بنشوفه بعض الأحيان بالأندية حسب عامل الخامة الوراثية وعامل المورثات. في كتير من الشباب والصبايا بيجوا انه خامة الوراثية لإلهم خامة لاعب حديد جاهز، هو بس بده ثقل تدريب ومتابعة بصير بطل بالنهاية. شكرا كثير لك الكوتش خالد فضلية، شكرا على هاي المعلومات القيمة اللي قدمت لنا اياها ويسعدنا صباحك يا رب. شكرا لكم كثير كثير، يسعد صباحكم، الله يعطيكم العافية. شكرا كثير لك كوتش. شكرا شكرا كثير.